وبالنسبة للأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، النهاردة هيتم إطلاق أكبر برنامج لتدريب الصحفيين الأفارقة بمقر المجلس الأعلى للإعلام في ماسبيرو، ده غير إنه في ماتشات مهمة في كأس مصر وكمان في الدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم إطلاق أكبر برنامج لتدريب الصحفيين الأفارقة بمقر المجلس الأعلى للإعلام بماسبيرو. هتبدأ الدورة الأولى بتدريب 20 إعلامي سوداني من مختلف وسائل الإعلام، وهتستمر لمدة 4 أسابيع. خلال البرنامج التدريبي هيتم عقد ورش عمل لمناقشة أهم الموضوعات الإعلامية والسياسية المطروحة على الساحة، زي السوشيال ميديا وتأثيرها على الإعلام وكيفية مكافحة الأخبار المغلوطة في الميديا، وكمان صياغة رؤية صحفية وإعلامية مشتركة بين القاهرة والخرطوم والسياسة الخارجية المصرية تجاه دول حوض النيل. كمان النهاردة هتنطلق فعاليات اليوم العلمي لقسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بكلية طب الأزهر، وهتتم مناقشة أهم الموضوعات في أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية زي جدري القرود والتهاب الكبد الحاد ومتحورات فيروس كورونا. لعشاق الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في إطار الدور 16 لكأس مصر، هيلتقي الأهلي مع مصر المقاصة الساعة 8 بالليل. بالنسبة للدوري الإنجليزي، النهاردة هيكون فيه 3 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من عمر المسابقة، هيلتقي نوتنهام فورست مع ويست هام الساعة 3 الظهر، والساعة 5:30 هيلتقي تشيلسي مع توتنهام، والساعة 9 بالليل هيلتقي ليفربول مع كريستال بالاس.